بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. محاضرتنا الثالثة من محاضرات مادة التربية العملية قسم الحاسبات المرحلة الدراسة الصباحية والمسائية. شرحنا بالمحاضرة السابقة عن المهارات الأساسية اللي المفروض تتوفر بالمدرس ويكون متمكن منها حتى يقدر يكون أو نحكم عليه أنه هو مدرس ناجح وأكمل إعداد برنامج إعداده الأكاديمي. حكينا عن المهارات الأساسية، مهارات القبلية ومهارات التخطيط للدرس. اليوم ناخذ النوع الثالث من المهارات اللي هي مهارات تنفيذ الدرس. إحنا بالبداية كل المهارات اللي أخذناها وحكينا عنها أنه أنت تهيئ نفسك وتهيئ معلوماتك حتى نتهيئ نبدي للدرس. هسه راح نبدي بالمهارات اللي انت فعلا لازم تنفذها، يعني تبدي عملية التدريس. انت هاي المهارات لازم متمكن منها حتى تبدي عملية التنفيذ الفعلي للتدريس. هاي المهارات عندي مجموعة من المهارات بمهارات التنفيذ. المهارات راح ناخذ جزء من عدها بهاي المحاضرة ونكمل إن شاء الله على المحاضرة القادمة باقي مهارات تنفيذ الدرس. أول مهارة اللي عندنا هي مهارة التهيئة للدرس، وهاي من أول المهارات بالتنفيذ. أول ما تدخل للصف وعندك موضوع تريد الشرحه، لازم تعرف شلون تهيئ للدرس اللي راح تنطيه، وتهيئ ذهن الطلاب شلون راح تبدي المادة، تجذبهم، تشد انتباههم. هاي بالأول 5 دقائق بالدرس مالتك، شنو الطريقة اللي تشد الطالب حتى يبقى باقي الدرس وياك، ذهنه وياك ومتهيئ ياخذ المادة اللي راح تنطيها. المهارة الثانية مهارة الشرح. مهارة الشرح من المهارات المهمة للطالب، لأن أكو في التواصل عندك رسالة راح تنطيها للطالب، عندك مادة راح تشرحها، لازم تتمكن من الشرح وتعرف شلون تشرح المادة تنطيها لطلابك. والشرح عندنا 3 أنواع، اللي هو الشرح الإيضاحي، وهذا الشرح يستخدم حتى تشرح وتوضح، من اسمه إيضاحي، توضح ماهية الأشياء، الأفكار، الألفاظ. ودائما الشرح الإيضاحي يستخدم للإجابة عن الأسئلة اللي تكون ما ومتى، أين، أي، فهاي الأسئلة يكون الإجابة مالتها الشرح الإيضاحي. النوع الثاني بالشرح اللي هو الشرح الوصفي، وبه راح يتم وصف لإجراء عملية أو تركيب معين أو يعني هنا راح توصف مثلا أنت باختصاصك كحاسوب توصف برنامج معين أو تحل فد سؤال معين، وهنا دائما يكون الإجابة عن الأسئلة اللي يكون بها السؤال كيف. النوع الثالث من الشرح اللي هو الشرح السببي، وهذا من اسمه أنت راح تنطي أسباب أو عوامل أدت إلى حدوث حدث معين أو ظاهرة، ودائما نشوف السؤال بي يكون كلمة لماذا. على الطالب المعلم أو على المدرس بالشرح أكو فد نقاط أساسية لازم يخليها بذهنه. أول شيء من تشرح لازم النطق مالتك واللغة سليمة وواضحة، والكلمات مالتك من تشرحها واضحة حتى يفهمون من عندك الطلبة. من تعرض الدرس لازم من تشرح بطريقة تناسب عمر المتعلمين، يعني ما ممكن تشرح بمستويات وتنطي مادة تناسب مرحلة الإعدادية وانت قاعد تشرح الأول متوسط اللي هو تو مخلص ابتدائية وجاي مداوم بالأول. 3 من تشرح لازم الشرح مو يكون الكلام متقطع وكأنه كلمات متقاطعة ما مفهوم، لازم الشرح بأسلوب علمي ومرتب منطقي، أكو تسلسل بالكلام، أكو ترابط بالجمل اللي استخدمها بالشرح. 4 لازم تشجع المتعلمين على المشاركة الفعالة بالموقف، يعني من تشرح ممكن أنت تسأل طالب يشرح فد شيء معين تشركه وياك بالدرس، ومو تخبصه، لا تنطيه مجال انه يعبر او يحكي، حتى اذا اكو خطأ تقدر
تصحح هذا الخطأ وبنفس الوقت تشجعه يحكي بالصف. الحرص على ربط المادة الدراسية بحياة المتعلمين، وهذا بأكثر من مهارة حكينا عنه، انه من الضروري المادة ما تحصرها داخل الصف، لا تربطها بحياته باهتماماته. تنطي الدرس من تشرحه، تنطي المثال التطبيقي لهذا المادة شرحتها من حياة الطالب، حتى يحس انه هاي الدروس اللي دي يدرسها هي إلها تماس بحياته ومهمة ويحتاجها بحياته برا المدرسة. هنا بالشرح ضروري انه تنوع الانشطة ووسائل الشرح، يعني ممكن تشرح اول مرة مجرد شرح، بعدين ممكن تشرح على رسم، او تشرح على فد جهاز موجود قدامك، او تشرح على معدات او وسائل موجودة مجسمة، او على بوسترات او على خارطة. هذا يساعد انه يفهمون عن الشرح اللي ده الشرحه اكثر وتبقى المادة بذهنهم. من تشرح ضروري انه تغطي عناصر الموضوع الرئيسية. احنا سبق وقلنا بالخطة انه انت من تحدد المادة اللي راح تشرحها بالخطة لازم تعرف انه هاي المادة اللي راح نطيها مناسبة للأربعين دقيقة. فمن اجي اشرح المفروض اني عناصر هاي المادة اللي حددتها واللي هي مناسبة للأربعين دقيقة مال الدرس او 45 دقيقة مال الدرس، لازم اغطي العناصر الرئيسية لهذا الموضوع بالشرح تماما للطالب. بعدها لازم أتأكد إنه المتعلمين افتهموا، يعني أشرح المادة، أسأل سؤال حتى أشوف التفاعل وأشوف افتهموا لو لا، وأتأكد إنه هم افتهموا، يلا أنتقل بالشرح للعنصر اللي بعده. يعني مو مجرد أشرح وخلاص انطيت مادة بعد ما لي علاقة، لا، لازم أي فقرة أو موضوع أشرحه لازم أتأكد إنه هم افتهموا. النقطة الأخيرة، زمن المحاضرة لازم أوزعه مضبوط على الشرح، على الوسيلة التعليمية، إذا عندي نشاط، إذا عندي أسئلة، حتى يشتركون بالدرس وياي. المهارة الثالثة اللي عندنا هي مهارة التفاعل اللفظي وغير اللفظي. التفاعل اللفظي من المهارات المهمة جدا بتنفيذ الدرس، واللي تعتمد على اللغة المنطوقة، تعتمد على نطقك وطريقة كلامك. مهم جدا قلنا سلامة النطق وإخراج الحروف بمخارجها الصحيحة. يعني أنت كحاسبات عندك تستخدم اللغة العربية بالشرح، وعندك مصطلحات إنجليزي. هاي المصطلحات الإنجليزي من تستخدمها بالشرح مالتك لازم أنت متأكد من النطق مالتها والنطق صحيح والأحرف تطلع واضحة للطلبة. ومن يتطلب منك الشرح انه تشرح السبورة، فمن تكتب لازم كتابتك واضحة وصحيحة، والمفردات او المصطلحات الانجليزي لازم تتأكد من عندها ويكون كتابتك صحيحة. لازم تتأكد من التراكيب اللغوية وغنى المفردات، تسلسل الكلام. الكلام مو بس متسلسل، لازم انت متمكن باللغة بحيث عندك مفردات تستخدمها ومرادفات للموضوع انت تشرحه، مو تحكي الكلمة وتظل صافن وساكت عليهم. بنفس الوقت من الأدوات المهمة للمدرس هو استخدام صوته. الصوت من الأدوات الخطرة والمهمة للمدرس، لأنه هنا يتطلب من عنده أنت لازم مسيطر، تعرف شو وقت تعلي صوتك، تعرف شو وقت تنص صوتك، تعرف شو وقت من أنت تريد تنطي تنبيه لطالب سوى فتشي داخل الصف، تعرف شلون تغير صوتك بحيث من غير ما تقطع الشرح تنطي إشارة لهذا الطالب إنه أنت تشوف هو مو وياك، ما منتبه، أو دا يسوي فد حركة مو صحيحة. بالنسبة للتفاعل الغير اللفظي نقصد به هنا الحركات، الرموز، حركات الإيد، حركات الوجه، إذا شغلات تستخدمها، إيماءات بجسمك، حركة راسك، هاي كلها تعتبر ضمن التفاعل الغير اللفظي. المهارة الرابعة اللي عندنا اللي هي إثارة الدافعية. مهم جدا انه تثير دافعية طلابك، وهاي إثارة الدافعية تعتمد على شلون راح تبدي الدرس. الدرس مالتك شلون يكون غني ومنوع، الوسائل التعليمية اللي تستخدمها، حركتك داخل الصف. ضروري جدا تكون لك حركة داخل الصف،
يم السبورة أو تتنقل يم الطلاب بيناتهم، لكن هاي الحركة ما تكون حركة سريعة بحيث تشد الطالب تخليه حاير، ولا تكون هواية أكثر من اللازم، ولا تكون أنت واقف وجامد بمكانك طول الدرس وكأنه تمثال. لا، حركة بسيطة بهدوء داخل الصف حتى لا تشتت انتباه الطالب، وتكون متوازنة حتى يحس الطالب انه انت موجود تتحرك بس بهدوء، لا جامد بمكانك ولا حركات سريعة وخبصة بحيث تضيع انتباهه للطالب. مهم انه بالشرح احنا بشر، والايماءات او الحركات او من تشرح حركة ايدك حركة راسك، احنا مو جماد، ضروري تستخدم هاي الحركات بالوجه بالايد حركة راسك، صوتك يعلى وينصى شوية، هذا مهم. ليش؟ لأنه حتى هاي كلها دا توصل بيها أنت رسالة، توصل المادة مالتك للطالب، تترك أثر عند الطالب من يركز وياك وأنت يد تشرح له وتمثل بحركة إيدك بصوتك براسك تمثل فتشي بجسمك، هاي كلها تساعد الطالب حتى يركز وياك وذهنه وياك ويستقبل المعلومة. توظيف الصمت، تعرف ايش وقت تسكت، تعرف ايش وقت تحكي، من تسأل سؤال تعرف شلون تنتظر الإجابة داخل الصف. المهارة الخامسة هي مهارة توجيه الأسئلة الصفية، وهاي من المهارات المهمة انه الطالب المطبق يكون متمكن من المادة ومن موضوعه بحيث عنده قابلية يطرح أسئلة داخل الصف، والأسئلة اللي تطرحها مهمة، ممكن تطرح أنت بالتهيئة للدرس اللي بالأول 5 دقائق، تطرح سؤال حتى تنتظر الإجابة تشد انتباههم إليك وهذا مهم جدا. ممكن تشرح سؤال مثلا أكو فض ضجة بالصف أو اعتراضات أو حركة، تسأل سؤال حتى تنبه الطلاب حتى تسيطر على الصف وتشد انتباههم انه يردون يعرفون شنو هذا السؤال وشنو الجواب. انت ضروري جدا تشجع طلابك انه يطرحون افكار وتناقشهم وتشجعهم على مهارات التفكير، لانهم من الاهداف العالمية الاساسية بالبرامج الاكاديمية للمدرسين وللطلبة اصلا، انه احنا لازم مهارات نعلمهم على مهارات التفكير، لأن إحنا نبني العقلية ونبني شخصية ونعطي مادة علمية للطالب. مهم جدا تطرح الأسئلة تزيد الفاعلية مال الصف، تزيد الفاعلية مال درسك، تغير الجو بيه، والأسئلة تفيدك حتى تطرحها بنهاية الدرس حتى تقوم الأغراض السلوكية اللي أنت خليتها بالخطة اللي كتبتها، لأن إحنا ذا تذكرون بالخطة من نكتب بالنهاية إجراء عملية التقويم، وقلنا عملية التقويم تخلي أسئلة حتى تشوف أغراضك السلوكية اللي خليتها اتحققت أو ما تحققت. فإذا عندك طرح الأسئلة يصير ممكن ببداية الدرس وبنهاية الدرس لازم، بالبداية بالتهيئة ممكن، وطبعا أثناء الشرح والدرس. على الطالب المعلم يعرف شلون يصيغ السؤال، مهم جدا انت تعرف شلون تصيغ سؤال طلابك والسؤال يكون شفهي او تحريري، هاي لازم تتمكن منها. هنا صياغة الأسئلة لازم تعكس المستويات الفكرية، تعتمد على طريقة إلقائك وتوجيهك للأسئلة. الصياغة مالت السؤال مهمة جدا، لأن فهم السؤال هو نصف الإجابة. فإذا الصياغة مال سؤالك ركيكة أو مو واضحة، هنا الطالب ما راح يعرف يجاوبك. قد يكون هو فاهم المادة بس بسبب ركاكة السؤال ما راح يعرف يجاوبك على هذا السؤال. فإذا الصياغة مهمة جدا. مهارات الإلقاء وتوجيهها مهمة جدا داخل الدرس، لأن أنت ممكن أثناء الشرح تطرح سؤال، ممكن إلى علاقة من دا تشرح الموضوع إلى علاقة بدرس آخر بموضوع سابق، هنا لازم تعرف شلون توجه السؤال لطلابك والوقت المناسب.
الصياغة إذا صارت مثيرة للسؤال ممكن تشد الطالب، يعرف شلون يعني يجذب الطالب بحيث يعجبه إنه يكتب ويجاوب، وهذا راح يشجع على الإجابة. توجيه الأسئلة، أكو بعض الأمور أو المعايير اللي لازم تراعيها من توجه أسئلتك داخل الصف. أول شيء أوزع الأسئلة بطريقة عادلة، وهنا من أوزع الأسئلة على عناصر الموضوع. الشغلة الثانية، من أطرح سؤال لازم أنطي الوقت، يعني مو أطرح السؤال على الطالب ورأساً خلاص أقعد ما لازم طالب ناخذ من الجواب، لا، من أسأل السؤال للطالب المفروض أنطيه الوقت الكافي حتى يفكر ويجاوبني. إذا بوقت من أنتظر الإجابة لازم أكو هدوء، مو نخبص الطالب، لأن أنت هدفك مو تريد تحرج الطالب، أنت هدفك تريد تعلمه، تريد تسمع من عنده الإجابة، تشجع يكون عنده ثقة بنفسه بحيث ما يخاف بالصف وقدام زملائه والمدرس مالته، يقدر يقوم ويرفع إيده ويجاوب، ما عنده هاي الرهبة. ضروري جدا انه تسأل السؤال يلا تقوم الطالب، يعني مو انت تريد تسأل سؤال فلان اسألك سؤال هيجي، لا مو صحيح، انت اطرح السؤال داخل الصف ووراها يلا تحدد تشوف منو رافع ايده منو ما رافع ايده، يلا ترجع تسأل السؤال. واذا سألت اول مرة وشفت ما حد رفع ايده او ما يعرفون، معناها ممكن يكون خلل بالصياغة اللي انت سويتها بالسؤال، عيد الصياغة، اعطيهم فرصة، عيد صياغة السؤال واسأله مرة ثانية وشوف شنو ردود الطلبة. النقطة الأخيرة، لازم من تريد تسأل السؤال تختار الوقت المناسب حتى توجه به السؤال، يعني أنا دا أشرح موضوع جديد، مو أنا دا أشرح الموضوع أو دا أكتب لهم عليه وفجأة أجي أبدأ أسأل، لا، لازم أختار الوقت المناسب اللي أنا طرحت الموضوع أو فد فقرة معينة وبعدها أسأل السؤال حتى أنطي فرصة للطالب يفكر، أنطي فرصة للطالب يربط عناصر الموضوع ويجاوبني. شكرا لإصغائكم، وإن شاء الله نكمل باقي المهارات على المحاضرة القادمة، ودمتم في أمان الله.